ينتظر صافرة الحكم الأردني مراد الزواهر الحكم الأول والذي يساعده الحكم المساعد الأول الحكم أيمن عبيدات من الأردن والمساعد الثاني عبد الرحمن عقل من الأردن والحكم الرابع محمد عرفات أيضا من المملكة الأردنية الهاشمية. تشكيلة كلا الفريقين عزيزي المشاهد يا من تتابع قناة فلسطين الرياضية. أبدأ بداية بالمنتخب الضيف، المنتخب العراقي هو الضيف لغة كرة القدم وكاد أن يكون أول أهداف نور الدين والعلي. لاحظ الكرة العرضية ولاحظ المتابعة بالقدم اليمنى من سام أشهر اللقطات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمحبي ومتابعي كرة القدم في كل مكان. هذه محاولة تصويبة بالقدم اليسرى يا ولد. نتحدث عن العارضة عن القائم تأتي الفرصة ولد. هنا رامي حمادة حامي العريلي المنتخب الوطني الفلسطيني تلعب الكرة قصيرا. هذه محاولة خطيرة ربما الأول والأول جول 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 هدف عراقي أول هدف عراقي أول عن طريق رعد فنار. منتخب العريق لاحظ الكرة لا غياب الرقابة تلعب الكرة العرضية رأسية بالرأس كانت من اللاعب رعد فنار الذي يسجل هدف مبكر لصالح المنتخب العراقي. لم تكن هناك رقابة في الجهات اليمنى. الدوري الأردني هناك في المملكة الأردنية الهاشمية. الكرة عادت من جديد. يا سلام يا سلام يا سلام تصويبة يا ولد يا ولد يا درويش محمد درويش. فعل قوية لمنتخبنا الوطني الفلسطيني. تصويبة باليمنى كانت قوية زاحفة لكن لحسن حظ جلال حسن أن الكرة كانت تسديد. طارق همام باليسار خطير جدا. طارق همام محمد طارق همام كما ذكرت على خلق الكثير من الفرص. لاحظ الكرة الماضية التصويبة ولكن رامي حمادة كم مرة البحث عن عرضية تلعب الكرة خطيرة حذاري كاد أن يكون هدف إبعاد الكرة الماضية. لاحظ الكرة الماضية عبد الله جابر يا ساتر يا ساتر. الأولمبي الفلسطيني مع الكابتن أيمن صندوقا والذي يستعدون لخوض التصفيات الأسيوية والهدف الثاني الهدف الثاني للمنتخب العراقي. جول 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 هدف عراقي ثاني عن طريق اللاعب مصطفى ناظم. مصطفى ناظم يسجل فرجين. لاحظ الكرة الماضية ماذا تفعل يا رجل تامر الصيام كيف في هذا اللقاء. لاحظ الكرة التي تلعب بطريقة ممتازة يا ولد ممتازة لعبة مقوس كعبان. خطأ كبير حذاري حذاري. يا سلام يا سلام يا سلام ولكن يا سلام على دفاعه في طبعا ايمن حسين عبد الحميد ابو حبيب عبد الحميد ابو حبيب عبد الحميد ابو حبيب ركله حره حكم اللقاء بيكمل. هؤلاء لهم منا الفتحية واتذكار اللعبه الان خطيره تسديده ولكن لا شهور من الان على ما يعني في ارضه بين جمهوره بالتعادل السلبي واليوم على ارضنا وركله جزاء اليوم على ارضنا من الهزائم على الاراضي الفلسطينيه. هاي اللعبه هون المسك هون الشد هون المسك من جانب اللاعب العراقي المدافع فران سامح. يلا يا سامح يلا يا سامح وبتضيع. ضاعت اللعبه الاخطر للمنتخب الوطني. راجع حساسيه برضو المباريات لاعبين بالمره من هذا لا يعني اتنام في 8 يناير من العام المقبل واحنا راح نلعب مع سوريا في اول مباراه. على كل حال لعبه عراقيه ولكن سهله لليب خرج ماهر في شيء يعني صراحه. على كل حال لعبه الان اماميه للمنتخب الوطني تسديده ولكن ايضا الدفاع العراقي تعود من ابو حبيب عالي اماميه استلام من درويش. يلا يا درويش يلا يا درويش وجلال حسن جلال حسن حارس مرمى المنتخب العراقي. العراق تاريخ تاريخ الكره العراقيه الذي انطلق بين الأحبة وسود الرافدين والفدائي. لعبة عالية للمنتخب الوطني هدف ربما يأتي مع الدقائق الأخيرة للمنتخب الوطني والكرة في إيد اللاعب العراقي وبرضه إبعاد من لاعبي المنتخب العراقي إبعاد من لاعبي المنتخب العراقي إبعاد من لاعبي المنتخب العراقي. ولعبة أمامية الآن في وسط الميدان في وسط الميدان ملعوبة عالية لمازن فياض محمد درويش مازن فياض بياخذها من طارق انطلاقة للمنتخب العراقي انطلاقة للعراق 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 جول 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 سلام سلام عليك على رافديك
العراق القيم. العراق إذا تتقدم على فلسطين وبالثلاثة اليوم على أراضي فلسطينية بعد التعادل هناك في أرض البصرة. العراق تجدد يعني العودة التاريخية وتحقق انتصارها رقم 11 من أصل 15 مباراة تجمعها بالكرة الفلسطينية، هي اللعبة الأخيرة. وهون هو مطارق اللاعب الكبير لاعب نادي الاستقلال الإيراني حاليا بعد الانتقال من نادي القوة الجوية. وشوكان يسجل، محمد شوكان يسجل أول أهدافه الدولية رفقة، وتأخذك إلى مناحي كثيرة. بلد جميل، بلد الحضارات، مهد الحضارة، وبلاد الرافدين، بلاد الرافدين تأسرك دائما وتسحرك دائما. لذا مبروك انتصار المنتخب العراقي. يطلق حكم اللقاء مراد الزواهر صافرته معلنا عن انطلاق أو نهاية المباراة بين المنتخب الوطني والمنتخب العراقي بانتصار العراق بثلاثية نظيفة سجلت برأسية مصطفى ناظم، رأسية رعد فنار، ورأسية ثالثة عن طريق اللاعب محمد شوكان. خلاص مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل دائما في كل مكان، شكرا للمنتخب العراقي على زيارة الحبيبة، مبروك للمنتخب العراقي، هارد لك للمنتخب الوطني، ودائما سلام على بغداد شاخت من الأسى شناشيلها أبلامها وقفاها، وشاخت شواطيها وشاخت قبابها وشاخت لفرط الهم حتى سلافها. سلام على بغداد ليس أو لست بعاتب عليها، وإني لروحي غلافها. إذن